مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وقراءة جديدة لأهم ما يحدث في مصر والعالم وحدوتة مصرية. من خلال هذا اللقاء نحاول مشاهدينا الكرام أن نقدم لحضراتكم الجديد، ونتمنى إن شاء الله أن نضيف إلى رصيد المعرفة لدى حضراتكم الجديد من خلال لقائنا وحدوتة مصرية. قبل أن نعرض لحضراتكم عناوين فقراتنا واختياراتنا، اسمحوا لي أن أرحب بزميلتي العزيزة فاطمة السردي. فاطمة، مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير محمد، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة من حدوتة مصرية. الحدوتة النهاردة مقسمة إلى عدة أقسام، قسم سياسي اجتماعي وقسم فني بصري شعري وجزء خاص بالعلاقات الثقافية المصرية والخارجية. الفقرة الأولى عن تأملات في عنف وتوبة الجماعات الإسلامية. هذه دراسة اجتماعية سياسية قام بها الكاتب والروائي حمدي البطران، وجدير بالذكر أنه لواء سابق بالشرطة. هذه الدراسة سنناقشها معه، وهي صادرة عام 2010، وسوف نتناول فيها علاقة الجماعات الإسلامية بالأحداث الحالية وتجربة التوبة وما الذي تمخض عنها. قبل هذه القراءة مشاهدينا الكرام، إن شاء الله ربما يكون بعد مقدمتنا مع حضراتكم تقرير خاص جدا في نفس التفاصيل تقريبا، ومع بداية نشأة هذه الجماعة الإرهابية وحسن البنا تحديدا مؤسس الجماعة، يعني تفاصيل خاصة جدا وتطور هذه الجماعة فكريا وأحداث مرت بها البلاد، نقدمها إن شاء الله قبل أن نبدأ مع حضراتكم عرض هذا الملف وتأملات في عنف وتوبة الجماعات الإسلامية. في ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام، محو الأمية البصرية، هذا كتاب صدر تحت هذا العنوان للشاعر سعداني السلموني. الحقيقة هو يحاول أن يقدم نظرية خاصة جدا له، ربما نتعرف عليها ونقرأ يعني رسالته من خلال هذا يعني أو هذه الرسالة الجديدة. وفكرة الثقافة البصرية أنها ربما يرى أنها يمكن أن تكون لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة، ولكن له قراءة خاصة في هذا الكتاب إن شاء الله، ومحو الأمية البصرية. في إطار احتفالات المجر بالعيد القومي، احنا النهاردة معانا فقرتين مع الثقافة المجرية. أحد الكتب صدر بالعربية كتاب الثورة المجرية مذكرات طفل، صدرت النسخة العربية بمناسبة الاحتفال بالثورة المجرية وأيضا العيد القومي المجري. بيسعدنا أن يكون معانا المؤلف جولا تيتش والمترجم الدكتور عبد الله عبد المعطي النجار. هذه الترجمة هي رؤية للثورة، تطورات الثورة فيما بعد. يعني احنا نعرف من المجر امرا كيرتش او كيرتش، يعني احنا النهارده هناخد درس في اللغة المجرية والنطق الصحيح، لان اللغة المجرية لها نطق خاص بها. الغريب في هذا الكتاب مشاهدينا الكرام، كتاب الثورة المجرية مذكرات طفل، لأنه بالفعل ربما يكون أقرب لشيء حقيقي وسيرة ذاتية عن مذكرات طفل، يحكي من الذاكرة أو كتب الكتاب من ذاكرة طفل. كيف حدث هذا؟ ربما إن شاء الله الملف تقرأه مع حضراتكم فاطمة السردي، وتفاصيل خاصة جدا في هذا الملف إن شاء الله. يعني 60 عاما مرت على الثورة المجرية، فقرتنا أو ملفنا الرابع في حدوتة مصرية تحت عنوان العلاقات الثقافية المصرية المجرية. هناك تفاصيل خاصة جدا وفكرة استلهام الثورة المجرية من ثورة الزعيم جمال عبد الناصر في الحقيقة، وهناك علاقات خاصة جدا بين البلدين مصر والمجر، نحاول أن نقدمها لحضراتكم في الملف الرابع والأخير في حدوتة مصرية. يشاركنا أيضا بالترجمة إن شاء الله الدكتور عبد الله عبد العاطي النجار في هذا الملف أيضا، مع ضيفنا المؤرخ المجري أستاذ التاريخ بجامعة سجد المجرية إن شاء الله. بعد يعني هذا الفصل مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تبدأ مع حضراتكم الرحلة الزميلة فاطمة السردي، تأملات في عنف وتوبة الجماعات الإسلامية. لكن بعد أن نتابع مع حضراتكم ونتأمل هذا التقرير عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن نشأت حتى ما أحدثته في البلاد في حدوتة مصرية.